اللفه بتاعت الواد مبابي وهو في الاعلان، شفت اللفه عامله ازاي؟ الواد لف بروته، شفتها؟ ها؟ وراح بص لهم كده، شفتها؟ رهيبه. شفتها ولا؟ والله ما اتفرجتش. والله ما اتفرجتش. اسحبها اسحبها، قول استغفر الله العظيم يا رب. ليه؟ لا ما هو اكيد انت شفت اكيد يعني. مش على الهوا قول، بس قول شفتها بعد بقولك كده. بقول لك ايه، بقول لك ايه، لا ما فيش حد. ما شفتش الاعلان، انا قريت التصريحات ما شفتش الاعلان. لا اصل هتفرج على الفيديو يحرق دمي. امبابي كان واقف كده وراح لف لفه بيرويتا كده يعني ايه مش فاهم، وراح قال لك انا قاعد في باريس سان جيرمان. طب ما يقعد في باريس سان جيرمان وراح اقول لكم كده يا عم. لا لا بص اقول لك على حاجه، معلش. وبعدين طالع يقول لك انا هبقى اول مشجع لريال مدريد يوم السبت. ده بيغيظهم. ايه ده؟ عيب قوي. ايه ده؟ عيب. هو ايه ده؟ ريال مدريد عيب الكلام اللي بيتقال ده؟ انتوا ازاي تسكتوا كده؟ هيشجع ريال مدريد؟ فين الهاشتاج؟ ازمه يعني. ليه فين الهاشتاج؟ ليه؟ بصوا يا جماعه، انتوا مكبرين الموضوع. احنا اللي مكبرين الموضوع. سؤال دلوقتي، مين احنا اللي مكبرين الموضوع ولا بنزيما اللي مكبر الموضوع؟ بنزيما عمل ايه؟ ونص لعيبه ريال مدريد زعلانه. زعلانين علشان قعده مبابي حلوه، ادي كل الموضوع. بس هو السؤال الرئيسي يعني، احنا ده لعيب كنا هنجيبه ببلاش عشان يقعد احتياطي لفينيسيوس جونيور. احنا عندنا الوينج ليفت بتاعنا دلوقتي بقى احتياطي. قال لك لعيب ببلاش، كان هيجي ببلاش يعني من غير استثمار، لان احنا كنا هنصرف فلوسنا على اللعيبه الجامده. اللعيبه اللي مش جامده، اللعيبه الجامده ده بص بيهوبس. لا اقول لك هنقعده احتياطي. أيوة هو كده كده الوينج ليفت بتاعنا الدبحه عيني. ده الواد واضح ان اللفه لفه، بص لفه رمام. انت ايه رايك؟ والله ما شفتها. بصفه محايده شفت اللفه؟ شفت اللفه. انت شطان. ويعني ايه ده؟ ايه لطالو هالاند ولا طالو مبابي؟ ايه ده يا ابني؟ ده نجيب هالاند ليه واحنا عندنا بنزيما؟ ونجيب مبابي ليه واحنا عندنا فينيسيوس؟ صحيح. ولو واحد منهم اتصاب انت مش هتوصل اصلا نهائي دوري الابطال. ما هو مش بيتصابوا الحمد لله. مش بيتصابوا. طيب ده اعتراف من عز. ايوه. وده اعتراف ان اللعيبه دي ما بتتصابش. وانه طيب خليني اسالكم كده الاول، بس ايه، ناخد حته كده دوري. لا بس اقول لك على قصه مبابي دي جد طبعا. يعني ماشي. هو في الاول وفي الاخر بصراحه هو الراجل عنده كل الحق ان هو ياخد القرار اللي هو اخده ده، لان هو كده جمع بين الحاجتين. يعني هو كسب الفلوس وهو لسه سنه صغير، فهو بيقول لنفسه الفكره كلها فين. أيوة. بي اس جي كانوا مصرين ان هم يقولوا لريال مدريد لا وانت مش هتيجي تاخد لعبنا بسهوله كده. وبالتالي هم حطوا كل قوتهم للدرجه اللي تخليهم يعرضوا على لاعب زي مبابي عقد بثلاث سنين بس. دي يعني ده مش منطق خالص، لان مبابي لا انا عايز اللفه 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 لا اللفه ده فيديو لفه فيديو. ما انا عارف. انت عارف ان هو فيديو. ما انا شفت ان في فيديو بس ما دوستش بلاي. انا شفت الصوره دي يعني. بس فانت بتتكلم في انه الدو اللي هو كان التارجت واضح، الهدف كان واضح عند باريس سان جيرمان، الراجل ده ما يخرجش من هنا. عشان اولا ريال مدريد بيصدر للعالم الصوره بتاعت ان النادي الكبير وانتوا النادي الصغير. فانتوا هتفضلوا كده كده صغيرين. وبالتالي بي اس جي كان عايز يرد. والحاجه الثانيه ان المشروع اصلا في الاصل قائم على الراجل ده، لان ميسي في اواخر الرحله ونيمار في اواخر الرحله، ونيمار قرب يعتزل هو كمان. خفيرتي بس ماله يعني رئيس الرابطه في اسبانيا ماله بقى؟ وما ينفعش اللي بيحصل في يعني ماله. لا ما انتقد، هو حقه ينتقد، بس هو كده كده ما هو بينتقد طول الوقت يعني. هو طول الوقت بينتقد تصرفات لريال مدريد وبينتقد تصرفات لبرشلونه، ودلوقتي حقه ينتقد الصفقه، لان طبعا التقارير بتقول ان فيها اموال رهيبه. وامبابي نجح في ان هو يجمع بين الحاجتين زي ما اتفقنا. عقد ثلاث سنين بس، فهو بي اس جي كمان سنتين هيعيشوا نفس الموال ده مره ثانيه. وفي نفس الوقت فهو هيكسب الفلوس وبعدين يقعد. يجي لنا بقى شيل 25، يجي لنا برشلونه اي مثلا. يروح بقى مطرح ما يروح. لا ويهمه يروح ريال مدريد على فكره عادي جدا. والله عادي تقبله بده يعني. قبله. ايه الازمه يعني؟ يرفضك دي كوره. ها يرفضك دي كوره. دي مش ازمه كبيره يعني. انتوا مكبرين المسائل. دي كوره، احنا جايين نستمتع كلنا. ماشي انا موافق، بس خليك فاكر ان انت اللي قلت. شفت النهائي بتاع يوم العظيم، يوم الحد العظيم بتاع انجلترا؟ حاجه تانية خالص. اقوى دوري في العالم بمسافه كبيره جدا جدا. وسابقين العالم في كل حاجه هيما. شفت الحلاوه؟ اثاره طبعا. اثاره ودراما ويعني سسبنس غير طبيعي. جول في التاني وبعدين تتعشم وبعدين حاجه مش طبيعيه يعني. صحيح. رايك ايه يا عزيزو؟ والله بص، بيصعب عليا الناس اللي بتتعشم. انا اتعشمت بمبابي، جمهور ليفربول اتعشم باستون فيلا. 2-0 ايه؟ الناس كلها اتعشمت. 3 جوان في 5 دقايق. حاجه رهيبه يعني. فبتتكلم في انه كان يوم عشم يعني، صعب قوي قوي. بس يعني بس حلو.
بس كويس يعني انبسطنا انبساط مرعب يعني. وخرجنا من الطلعه دي ان الدوري الانجليزي مكمل اقوى دوري في العالم حبه حلوين. حتى فكره ريال مدريد ياخد مبابي على برشلونه ياخد هالاند ونعيد السبق، واضح ان احنا ايه مريحين كده شويه الفتره. هل له اي انعكاس انه مبابي ما يروحش ريال مدريد انه صلاح ممكن يتحرك لريال مدريد؟ اه ده سؤال حلو. انا ما اعتقدش ان ريال مدريد هيتحرك لصلاح لسبب رئيسي. هو ريال مدريد يقوده فلورنتينو بيريز، ودايما بيكون جنبه حاجه من اتنين، يا اما راجل مسؤول عن الفنيات زي مثلا زين الدين زيدان او جوزيه مورينيو، ناس طف طلباتها، يا اما بيكون جنبه خورخي بلدانو مدير اداري رياضي، او واحد زي كارلو انشيلوتي بيمشي على اللي هو عايزه رغم عايزه فلورنتينو بيريز. معظم الوقت بيعمل حسابات ليها علاقه بالدعايه، زي فكره مبابي احنا جايبين واحد في مكان وينج ليفت اللي هو احسن لعيب في الفرقه اصلا فينيسيوس، بس عشان احنا عندنا اسباب دعائيه بنتكلم مع هالاند برغم ان احسن لعيب في الفريق بنزيما، بس عشان عندنا اسباب دعائيه. صلاح ربما لا يلبي تلك الاسباب الدعائيه بالنسبه لفلورنتينو بيريز او الاسباب الماليه. ليه؟ لانه اولا هو داخل على 30 وكريم بنزيما معدي ال 34، فبالتالي هو هيصعب الدنيا على خط الهجوم، فهتحتاج تانفست تاني. فالنقطه الرئيسيه بما انه داخل على 30 ده اخر عقد هيمضيه، مش هقدر اريسيل، مش هقدر ابيعه تاني، ومش هقدر اسوقه لفتره طويله، فدي ازمه عاشها مع ايدن هازارد فربما ما يكررهاش مره تانية. لكن لو قعد جنب واحد زي زين الدين زيدان او جوزيه مورينيو او حد هيقول له هات صلاح، هيقول له هات صلاح، لان هو ده المركز اللي احنا في امس الاحتياج ليه. بالمناسبه زيزو اساله بقى السؤال يلا. النهارده فالفيردي طلع قال لك انه كان بينتقد صلاح وبيقول ان التصريح اللي قاله مزعل لعيبه ريال مدريد، ولعيبه ريال مدريد غاضبه من التصريح. الموضوع ده ممكن اللعيبه تقف في حاجه زي كده، صعب انتقال صلاح لريال مدريد على اساس ان هو تحت بند انه غير مرحب بيك او اللعيبه زعلانه منك؟ باشا راموس دخل اوضه لبس باريس سان جيرمان اول واحد سلم عليه ليونيل ميسي، الكرة ما فيهاش الكلام ده. ماشي خلاص. نفعي بركبتيه بحته يعني. بص جاب لك اللي بقى كده اهوت، احنا هنقعد بقى تتكلمني الحاجات دي هناك في المدرجات مع الجمهور. ايوه انت عارف يعني عارف مثلا انا اتكلمت بجد في موضوع مبابي، انما لو انا مشجع كنت قلت لك يا عم ده واحد انا حاولت اخطفه وما عرفتش اخطفه وهو بلاش، انما على الاقل انما على الاقل ما تجيش تتكلم معايا انا وهما داخلين خاطفين نيمار من جوه النادي عندكم.